مباراة اليوم متوقع أن تكون كبيرة وكبيرة جدا ومثيرة في ظل هذا الطقس الجميل. الأجواء جميلة جدا، الأجواء في المدرجات جنونية جدا. نأمل أن تكون مباراة رائعة في هذا اللقاء اللي فيه السماء صافية، فيه مدرجات ممتلئة، هنالك أغاني، هنالك هزيج، هنالك روح عالية تملأ الجنبات في كل سنتيمتر في هذا الملعب. نتواجد اليوم في ملعب رائع كما تشاهدون الصور، كل شيء مثالي جدا في هذه المدرجات. وركلة البداية، كرة إلى الأمام، يلعب كرة بينية، ينتظرها لاعب في المساحة، لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة، يبحث عن المهاجم. جديدة من أول لمسة، رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل، إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. خلص الكرة، ينجح في لعب كرة عرضية، كرة على الطرف، يلعبها عرضية، ينجح في إبعاد الكرة، نجحوا في تخليص كل الكرات ويعود بالكرة إلى الوراء، ويعود بالكرة إلى الوراء، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. كرة طويلة للأمام، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ الكرة ملعوبة من مسافة، كرة طولية إلى الأمام، يستمر في المحاولة في الركض بالكرة، يلعبها بالرأس، وفرصة أخرى. يا إلهي، الكرة تصطدم في القائم، يا له من سوء حظ. يتدخل بنجاح، يحصل على الكرة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، فرصة، الله على الفرصة، تمر من حارس المرمى لكن القائم يقول لا.
ينجح في أن يلعب كرة في صنع فرصة رائعة جدا. تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. خلص الكرة. لمسة بينية. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة. يا لها من كرة كادت أن تصبح في غاية الخطورة. والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية، نهاية الشوط الأول في هذه المباراة. ستنطلق صافرة بداية الشوط الثاني. يبدأ الشوط الثاني بنتيجة التعادل، تعادل أبيض بدون أهداف. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. يلعبون ركنية قصيرة. فرصة مهمة للعب الكرة العرضية. تصرف بشكل جيد، نجح في إبعاد الكرة تحت الضغط. يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب. تسديدة، كرة ترتد من القائم. يا إلهي، واخيرا ينجح في الوصول للهدف. بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. والآن تتغير النتيجة لتصبح 1-0. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. يلعب كرة عرضية داخل 18. خلص الكرة ونجح في إبعادها. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. الحارس يتصدى من جديد، يتألق من جديد. حارس حديد في حديد. ضغط قوي وينجح في استعادتها. هجمة مرتدة الآن. يلعب كرة على اليسار. يا إلهي، ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. ينجح في المرور، يرفع كرة، يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. يلعب رمية التماس. لبنان يبحث عن حل من دكة البدلاء.
تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى يحاول أن يلعب كرة بينية. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، تمريرة إلى الأمام بعيدة جدا، لن تصل هذه الكرة. تلعب الكرة إلى الأمام، قد تكون هذه فرصته. تمريرة طويلة إلى الجناح، تحصل الفريق على ضربة ركنية. هذه براعة كبيرة منا أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تحرك بقوة هائلة. تغيير لاعب على الأجناب. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. كرة تمر بسلام على المدافعين. يطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة. مباراة كانت متأرجحة بين الفريقين. مباراة كانت تحتاج إلى شوية حظ. كرة عاندتهم في بعض الأوقات. أعتقد أن الكثير من اللاعبين سيصابون بالإرهاق بعد تلك المباراة، لكن رغبة الفوز هي اللي غيرت الكثير من الأشياء، جعلتهم يتفوقون على التعب والإرهاق وعلى الضغط البدني والعصبي في هذه المباراة. كانت هذه نهاية المباراة سيداتي وسادتي، نشكركم على حسن المتابعة.